اسمي محمد نصر من مبادرة تعالوا نعرف مصر. احنا كنا النهاردة في مؤتمر جيومكاني بنعرف الحاضرين بالأماكن الموجودة في مصر. كنا عارضين أكتر من صورة من تصويرنا، وكنا عارضين خريطة لرحلة العائلة المقدسة وخريطة للمحميات الطبيعية في مصر. بنحاول ان احنا نعرف الناس اكتر عن التراث اللي موجود في مصر، سواء كان تراث طبيعي او تراث بشري ممثل في المهن وفي البشر. شكرا.